أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. في هذا الفيديو سنتطرق إلى الحروف باللغة الإنجليزية alphabets. كيف سنتحدث عن كيفية نطق الحروف باللغة الإنجليزية. إذن أولا سنتعرف عن كيفية نطق الحروف باللغة الإنجليزية. ثانيا سنقسم هذه الحروف إلى ستة أقسام. ستة أقسام لكي أسهل عليكم طريقة نطقها بسهولة وأيضا حفظها بسهولة. إذن لا تذهبوا بعيدا، تابعوا معي هذا الفيديو لكي تستفيدوا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. إذن كما وعدتكم القسم الأول من هذا الفيديو سيكون على شكل alphabets، التعريف بالحروف باللغة الإنجليزية وكيفية نطقها. إذن على بركة الله سنبدأ. حاولوا أن تركزوا معي وترددوا معي هذه الحروف: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. أما الآن سنقسم هذه الحروف إلى ستة أقسام. إذا حاولوا أن تركزوا معي لكي تستفيدوا من هذه الطريقة جيدا. إذا القسم الأول or group one. Okay group one. A J K. I will repeat. A J K. القسم الثاني or group number two. We have B C D E G P V Z and T. Okay, group number two. B C D E G P T V Z. Group number three. قسم الثالث أو المجموعة الثالثة. Okay. تتكون من F L M N S X. I will repeat. Okay. سأعيد. F L M N S X. المجموعة الرابعة or group four. Okay group four. I Y. I will repeat. I Y. Group five. المجموعة الخامسة group five. Okay Q U W Q U W. المجموعة السادسة والأخيرة group number six and the last one is H
O R H O R. Okay, لأن هذه الست مجموعات اللي تتعلم نطق الحروف باللغة الإنجليزية بطريقة سهلة. في هذه الست مجموعات حاولت أن أجمع الحروف التي لديها نفس النطق the same pronunciation. Okay, the same pronunciation to make it easy for you. لأسهل عليكم المأمورية من أجل حفظ نطق الحروف. إذا سأعيد الحروف من الأول. Okay, تابعوا معي. حاولوا أن تستمعوا جيدا. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now you can know A, B, C. Okay? And you can know the word A, B, C. Okay? بنحاول إعادة هذه الحروف مرات أو مرات عدة لكي تستفيدوا أكثر فأكثر. إذن حظ موفق إلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.